مواجهتين وبتخسر مواجهة مع خسارتك لمباراة، بتلاقي الدنيا بتقوم ما بتقعدش. مين اللي بيقوم الدنيا ما بتخليهاش تقعد؟ هتلاقي برضو في عناصر كانت هي هدفها كده، العناصر دي كانت موجودة، وفي عنصر كبير ماشي، وبقية العناصر ما زالت موجودة. يعني العناصر ديت كانت متسكنة في البرامج ومتسكنة في الإعلام، كانت على طول شغالة. طب في عنصر كبير الحمد لله، يعني الوسط بقينا في مرحلة طبعا جيدة جدا، لكن لا زالت الزيول ديت موجودة للأسف الشديد، عمالة تخبط في النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي مصري وطني، نادي بيمثل مصر. اللي بيحارب النادي الأهلي ده راجل، وبالذات على مستوى الأفريقي أو المستوى الدولي، ده راجل ما بينتميش لمصر، مش عشان النادي الأهلي. أي نادي في بيمثل مصر وخاصة النادي الأهلي لابد كل الإعلام يوافق. وبعدين الناس لازم تنبذ الناس دي، لأن أنا لما ألاقي واحد باستمرار كل أخباره السيئة ويقول لك إيه الأهلي نيوز، طب الأهلي نيوز أقول لك الأهلي وقع، الأهلي مش عارف اللعيب ده عايز يمشي، لا كأن النادي الأهلي ده مركز شباب. يا ابني اصحى، مفيش حاجة إيجابية خالص يا ابني فوق. على طول يقول لك الأهلي مش عارف صاعقة إيه. طبعا اللي بيقرا للناس دي طبعا كلام يعني ما يخشش العقل، ولا جمهور النادي الاهلي يعني بيستوعب الناس ديت، والناس دي الى زوال. لانه اخطر حاجه في الاعلام انك ما تكونش صادق. لما بتكون صادق بتخش في القلب، لما بتكون بتكذب او بتقول اخبار ملفقه او على طول بتقول اخبار سيئه عن نادي بحجم النادي الاهلي اللي بينافس ريال مدريد، طب انت يعني انا افهم بس، يعني لو تديني عذر صغير كده، ايه اللي بيخليك بدفعك الا اذا كان هناك طبعا حد ورا الموضوع ده؟ انت النادي الاهلي بيشارك كاس العالم الانديه في 3 لعبات، بتتكلم في السله، بتتكلم في الهاندبول، وان شاء الله يعني بعد ايام قليله في كره القدم. شايف فرص دفاع النادي الاهلي عن لقبه الافريقي ازاي يا كابتن عادل؟ وشايفها هل السنه دي بنسب كبيره والمستوى في تصاعد من مباراه ميدياما بعد كده يانج افريكانز ان شاء الله في مباراه الشباب والزد؟ في خطوات مهمه جدا كابتن الخطيب خدها من الاسبوع اللي فات، اعتقد كانت لازم الوقفه دي كانت تبقى موجوده. الوقفه دي كانت في غايه الاهميه، زي سان داونز لما خسرنا وبدأنا نعدل المسار للطريق الصحيح، على طول بعد ما رجعوا كان في وقفه، ابتدى الراجل يعرف ان هناك ثقافه للاعب العربي. الراجل اللاعب العربي يعني للاسف يعني احيانا واخد مع عمليه الاحتراف انها فلوس وبس، مش نواحي ادبيه، مش نواحي سلوكيه، مش نواحي انا بعمل تاريخ للنادي الاهلي ثم ليا. فطبعا الوقفه دي من اسبوع لابد كان عمليه التركيز، عمليه الاداء وتنفيذ واجبات المدرب، الروح اللي بين اللعيبه، كل الامور ديت لازم لابد ترجع. الامور الفنيه احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى من القدر الفني، لكن كمان اللعيبه ديت لابد انها تادي وتعرف عليها مسؤوليه، ان النادي الاهلي ما بيوقفش لا عليك ولا على حد تاني. على طول الدايره شغاله. يا منجوم اول حسين حجازي وانت نازل بقى وتتش وكابتن صالح وكابتن خطيب وكابتن حسن حمدي ومصطفى عبده ومش عايز انسحب، ما دخلتش جوه الدايره انت خسران، الدنيا ماشيه كله بيبطل، بس في فرق من واحد بيبطل وبيفضل في التاريخ موجود انه انسان نقي، انسان ادى كل واجباته ناحيه ناديه وناحيه جمهوره، وواحد كان يعني كده عدى والناس ما استوعبتوش، يدي لك ماتش وماتشين لا، ماتش وماتشين لا، طب ده هيبقى في الذاكره ايه؟ الجمهور هو الترمومتر بتاعك ولا يتذكره الترمومتر، وانت في المباراه لما بعد المباراه وقبل المباراه وبعد الموسم ما بينتهي الترمومتر بتاعك الجمهور، لان الجمهور ده بيجي وبيركب ومعاه 50 جنيه معاه 100 جنيه بيصرفهم من بيته ومن عرقه علشان يجي يشجعك، ملوش مصلحه غير انك انت تمتعه وتكسب وتأدي بالروح القتاليه اللي احنا محتاجينها منك. مش محتاجين منك منظره ولا محتاجين منك ان انت تتكبر. تكبر على ايه؟ ده التواضع، ربنا يرفعك حقيقي طول ما انت تتواضع، ربنا يوفقك ويكرمك ويزيدك. يعني كابتن عادل طعيمه رحلته ابتدت مع النادي الاهلي وهو ولد صغير عنده 7 سنين. فاكر الرحله ابتدت
مين اللي دخلك النادي الاهلي يا كابتن عادل؟ مين اللي استقبلك اول يوم في الناشئين في النادي الاهلي؟ مين اللي خدك من ايدك ودخلك النادي الاهلي؟ والله انا كنت ساكن في شبرا وبعدين رحنا النادي الاهلي مع كان الله يرحمه الكابتن هاني مصطفى كان برضه ساكن قريب مننا. احنا رحنا وبعدين التقينا بالله يرحمه كابتن مصطفى حسين. ده فضل الراجل ده بعد ربنا علينا كلنا. عمل شربنا يعني ايه حب النادي الاهلي ويعني ايه العيله جوه النادي الاهلي، وازاي العامل زي رئيس النادي زي اللاعب زي الاداري عيله ما فيهاش حد كبير وحد صغير. الكبير والصغير بالاخلاق. لكن اللعيب كبير يقول لك يا كابتن وانت لسه قد ركبته ويقول لك يا كابتن تتخض. فطبعا الكابتن مصطفى حسين ده يعني صاحب فضل علينا كلنا، وكان دايما من ضمن الحاجات واحنا لسه عندنا 7 سنين بلعبنا قدام 100,000 في الاستاد ماتش الاهلي وبنفيكا. احنا لعبنا الماتش ده ابيض واحمر قدام 120,000 كان في استاد القاهره. في استاد القاهره وكسبنا المباراه ديت. انت عارف يا كابتن اسامه عشان نوصل للاتوبيس ما مشيناش على الارض، الناس بقى ياخدونا يعني انت واقف كده افقي والناس بيدخلوك من الشباك علشان نوصل للنادي. كان طبعا ما فيش المساكن دي قوات مسلحه 4 ساعات عشان نوصل للنادي الاهلي علشان نروح. يعني شوف الجمهور وشوف الراجل بيديلك انك انت لا تهاب قدام 120